مصري بتنضم لنا الفنانة الكبيرة أستاذة رجاء الجداوي، خلينا نستمع إليها. يا أستاذة رجاء مساء الخير يا فندم وتحياتي ليكي. مساء النور، وأنا أسفة. أهلا، لا ألف سلامة على حضرتك. سلامتك يا فندم. ألف سلامة عليك يا فندم. أستاذ مصطفى إزي صحتك؟ سلامتك سلامتك يا فندم. الله يسلمك. الله يخليك. ألف سلامة. بعدد الأستاذ المصطفى. ربنا يكرمك. على صوتي يعني. لا لا ألف سلامة على حضرتك. أستاذة رجاء كلميني عن مشاركة حضرتك في الانتخابات الرئاسية، وخليني أحيي حضرتك وأحيي الحقيقة الكثير من فنانينا كانوا خير ممثلين يعني من حقيقة من يوم أمس للمجتمع المصري. اتفضل يا فندم. إيمان يعني بوسير. أصل ده واجب وطني، ده واجب، ده حق دستوري للمواطن وحق الوطن على المواطن. فلازم لازم ننزل، لازم ننزل. النهارده رب الأسرة الواحدة رب العيلة، لما بيحصل عنده أزمة مادية بيقول لمراته لم إيدك المصاريف. طيب أما رئيس الدولة النهارده اللي هو رئيس الدولة المسؤول عن كل الأسر دي يقول لنا رشدوا استهلاكوا شويه عشان المستقبل. نقول ايوه في عندنا مشاكل، في عندنا بعض الاسعار، ارتفاع في الاسعار، وعندنا حاجات يعني ازمات بنمر بيها، ولكن عندنا ذنب شهيد بيطالب بحقه. احنا عندنا قدام الرئيس جهات كبيره قوي، المطاريد اللي عايشين بره الوطن وبيهاجموا الوطن، عندنا قوه ثانيه الارهاب اللي احنا عمالين نحاربه بنحارب شبح. لو احنا شايفين اللي بنحاربه ده لو عنده الشجاعه انه يسر نفسه كان بقت الحرب حلوه. لكن دي حرب غريبه جدا جدا، انت بتحاربي اشباح. صحيح. عماله فليه المواطن مش حاسس بده؟ انا عايزاه كلهم ينزلوا النهارده. انا شايفه التكتل النسائي حلو قوي. كبار السن والمراه المصريه متصدره المشهد. صحيح فعلا من امبارح. انا عايز اقول لاولادي، عايز اقول لاولادي الشباب يا حبايبي فين؟ انزلوا من فضلكم. انا عايزاكم تنزلوا انتوا. انا النهارده نزلت عشانكم، عشان المستقبل. انا حفيدتي وانتم اللي هتنتفعوا بكل اللي بيحصل في مصر. طب احنا ماشيين، لكن انتوا اللي هتنتفعوا باللي جاي ده كله. فانزلوا انزلوا، لان ده كل ده لمصلحتكم. احنا النهارده بننشئ يعني بنخطط دوله من اول وجديد. لما اتعملت العاصمة الإدارية اتخططت على شكل جميل جدا، لأنها كانت رقعة جديدة تماما. بكر النهاردة القاهرة ومصر بحالها، البنية التحتية خريطها القديمة مش موجودة، فإحنا بنأيف القديم، بنأيفه. وتأييف الشيء القديم أصعب من خلق شيء جديد. فاصبروا شوية معاه، اصبروا وادوله الفرصة. احنا بنعيد بناء دولة. ما تقولوش مش عايزكم تقولوا شكرا، بس على الأقل ابقوا راضيين. انزلوا من فضلكم، انزلوا. وبشكر كل الجدود والآباء اللي نزلوا والأمهات اللي نزلوا. صحيح والله فعلا. الناس المعاقة اللي نزلت بشكرهم وأقول لهم يا حبايبي كتر ألف خيركم، ببوس إيدكم ببوس راسكم، بس عايز أولادي وأحفادي اللي ينزلوا. اتمنى ده طبعا يا مدام رجاء. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف سلامه. والله على الحمد لله، سلامه عليكي. وانا سعيده جدا بمداخله حضرتك الحقيقه، وسعيده ان في حتى حضرتك تعبانه كنت حريصه انك توجهي رساله الى الشعب طبعاً المصري. طبعا 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 حبيبتي. بشكرك بشكرك. مصطفى بحييك يا فندم ايمان. ربنا يخليك يا فندم. شكرا ليك. بشكرك استاذه رجاء. يعني زي ما انت شايفه.